السلام عليكم البنات، كيفكم دايرين؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بديت معاكم بالفطور، لانه هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون تاع الاكوا بارك اللي قلت لكم عليه خطا الفيديو تاع كريستو. المهم هنا رانا نفطروا حدا الميريديان، حدا لوتيل. انا غير انا وراجلي جينا عند هذا الريستوران، هذا يبيع غير الحوت، يعني نتوما تشوفوا الحوت اللي يعجبكم ويديرها لكم في بلا ويشويه لكم. هنا جابونا هذا الروز، هذا بالروز شباب عجبني، مام هذا الفلفله بالبصل ما جايش حاره. وابخي جابونا هذا البلا الشهي، درنا كروفيت، درنا كالامار، درنا الحوت. انا نبغي هذا الحوت، هذا حبه ليا وحبه راجلي. المهم جبنا بلا فاري مع السلطه، واحد الحوت بنين بنين شوينا غايه. اليوم كما قلت لكم ماني غير انا وراجلي، ان شاء الله غادي نفطروا ونروحوا للدار، وبسيسه ان شاء الله نخرجوا ناكلوا لاكريم، وغد واعاد ان شاء الله نروحوا لكريستو. البنات كما قلت لكم انا خرجنا الليل عند هذا الكريمري، روعه روعه في العقيد. هنا تجوا تذوقوا اللي يعجبكم، تقول لي يعجبكم تقولوا لا عليا. انا ليسونسيال ما ذقتش، انا غير عجبني هذا كومونديت هذا، والبنه تاعه روعه روعه عجبني. انا في الشكل تاعه من جابوا لي هكا ملبس كان ما عجبنيش، قلت هذه الحياه هي بصح كي كليته البنه ولا اروع. المهم هذا هو يديروا كل شيء، يديروا لي كريب، يديروا ماشي غير لاكريم، بزاف بنين لاكريم تاعهم. هنا في طريقنا كنا مادامنا رايحين للدار نجيبو معنا، نتو معنا حاجة حلوة. دينا هنا كنافة ودينا البقلاوة بالبيستاش. كنافة ديناها وحدة، ديناها بالشيكولا وحدة، ديناها بالقشطة ودينا البقلاوة بالبيستاش. يعني روعة كما قلت لكم، هادوك كنافة شو، هذاك هو محل الشباب. يعني مين عجبنا عاودنا ولينا عنده. وانا غادي نكملو الليلة تاعنا ان شاء الله، وغدوة نروحو للأكوا بارك. خليكم معي. انا وصلنا للاكوا بارك، هو جاي فيه قديل، الطريق تاعه شويه طويله ماشي بزاف، صح فيها لي فيراج بزاف بصح شابه مسرحه. هنا غادي نروحو نبدلو قشنا، كاين بلاصه وين يبدلو. سيبو انا بدلنا، وشوفو جاي البحر. البحر هذا علامه بصح شهيه، لازم تخرجو تخرجو باش تفوتو، يعني تفوتو في الطريق باش تدخلو هذاك البحر. هنا كاين غير كيما راكم تشوفو، هادو كاين الالعاب تاع الصغار وكاين الالعاب تاع الكبار. حنا ضروري غادي نكونو بنتي ان شاء الله نلعبوها، ومن بعد عاد نروحو لبلاصه تاع الكبار. كاين هادو ثاني لي بوي، كنت باغي نركب في لابوي بصح ما كتبش ربي ما ركبتش. شابه شوفو كي حيه، شوفو لي عندها الغراوين غير تديهم وتروح. الغراوين الصغار باطل، يعني هما يشوفو يقيسوهم عند الباب يشوفو الاخر تاعهم شحال الطول تاعهم. اذا فات الطول تاعهم يخصوا عليهم 150 للواحد. والدخله البنات 300، الناس اللي تبغي تسقسي على لي بلي كلشي 300، بصح تلعبي كاع شي بغي يقلبك وتلعبي وتعاودي. يعني هاد الالعاب غير كاع راكم تشوفوهم تلعبوهم وتعاودوهم. انا لعبت في هذاك في هذيك الزاوجه، هذاك التيول بلو، شوفوا حيه وصاي علامه. يعني هو شويه يخوف
بصح شباب يعني تقلعوا كاع الطاقات السلبيه، بتتبعوا كل شيء تقلعوا كاع الطاقات السلبيه اللي مغمومه تروح تفاجئ. ثم ركبت انا وراجلي فيه، كان لابوي تاع زوج وكان تاع وحده، وهنا جبنا الفطور تاعنا. كان واحد الريستورون يبيع يعني يبيع بيتزا يبيع تاكوس يبيع فريت، بصح كان بعض بعض الصوالح اللي ما لقيناهمش عندهم كيما الفريت كامل، يعني بزاف صوالح. وممنوع تدخلوا معاكم اي حاجه تاع ماكله، ممنوع منع باتا. نظن حتى اللي يجي ليسونسيال ماكله كاع كيما دارت مع اللي يجي معاه، ما تدخلوا والو، تشرو كل شيء من ثم. حنا ما دينا والو معانا، شرينا من ثم وماكلتهم بنينه ونقيه. ومن بعد جبنا ثاني القهوه، من بعد تشوفوا معايا. المهم هنا رانا مع الالعاب، كل واحد وش راه يلعب. انا اللي عجبتني بزاف بيسين، وما كامريتهاش البنات على خاطرش الغاشي بزاف، وكاين نسال داخل كاين شيرات، ما عنديش كي ندير باش نكاميريها لكم. يعني كي نجي نكاميري غادي نكبط هكا شيرات ولا، وممنوع باش نحطهم. فلهذا قررت اني ما نكاميريهاش، قلت خلي نكاميري لكم غير من جهه تاع الخاويه، ونعطيكم يعني نعطيكم معلومات على هذا الاكوا بارك. الناس اللي باغيه تروح، الناس اللي بغات تروح له وما تعرفش غايه. المهم بلاصه روعه روعه كما قلت لكم، تقلعوا فيها الغمه، تشموا فيها الهواء، تلعبوا فيها، كل شيء كل شيء فيها ما شاء الله. يعني فوتنا نهار شباب. كملنا سي بون، فات نهار شباب الحمد لله. هاكا جويه الستة شربنا قهوة، نشرب في القهوة تاعنا، وجبنا هاد المادلان، عجبني بزاف هاد المادلان، حية الشوكولا تاعها بنينة. وغادي نتقهو ان شاء الله ونشدو الطريق للدار. هادي هي البنات بصحتنا. هنايا البنات بغيت نقولكم ثاني على حاجة واحدة اخرى، لازم تجي باللوطو تاعكم، يعني لازم تكون عندكم لوطو في يدكم، ولا سينو يكون عندكم شوفير، ولا مهم ما تجوش يعني وانتم تاكلين على غادي تلقوا الطاكسيات ولا الركبه ما كاش اطلاقا. بلاصه كما تشوفوا خاويه، يعني هنا كاع الناس جايين بالواطاهم ولا جايين يعني طاكسيات يعني هاضرين معاهم يجوا يدوهم، ولا شركات على الواطا. ليسونسيال ما تجوش وحدكم وتتكلوا على الطاكسيات لانه ما كاش. هذه هي البنات. لا أنا بتبارك. I'm not afraid to die.
قلنا البنات هذا نهار واحد اخر، قررنا نروحوا الفرونت مير، قلنا نبروفيتو لانه هذا النهار التالي وغدوه ان شاء الله نولوا للدار. انا قعدنا ايامات شابين في وهران وفوتنا ايامات ملاح. المهم غادي نديكم ان شاء الله الفرونت مير، نشمو شويه هواء، نضربو دوره، نتعشوا، ناكلوا لاكريب. خليكم معي حبيباتي وما تروحوش لبعيد، وما تنسوش تخلوا لي لايك، خلوا لي الكومنتير تاعكم، وشجعوني وبارطاجوا مع احبابكم واصدقائكم وفي لي جروب تاع النساء ومع حباباتكم البنات. هذه هي جينا ناكلو لا كريم عند هاد الكريم اللي جاي فوند مير. شوفوا باش نحكي لكم، بالك في حياتي ما كليتش لا كريم كيما هذا، ولا بالك كو كليت خطره ونسيت. المهم انا كومونديت هاد لا كريم هذا بالخوخ، انا نموت على الخوخ، فاكهه المفضله عندي هي الخوخ. شوفوا واحد الكو روعه وصايب، ما عندي ما نحكي والله، غير خرجت في هذا الله يبارك، خرجت في هذا الكاس. اهلي قخلاو وما داو باناشي، باناشي قعد داو واحد واحد، بصح انا ديت هذا الكاس هذا الرائع اللي ما شبعتهش ما شبعتهش، قصدت نزيد واحد اخر. اي مي كان يعني كل ما ناكلوا لاكريم بعد نروحوا نتعشوا، هذا علاه ما بغيتش نكفر، ما ينشبعش وصاي، واحد الانتعاش شنو نحكي لكم، يستاهل دراهمه. المهم هنا غادي ناكلوا لاكريم ونزيدو نتمشوا شويه في فروند مير ومن بعد نروحوا نتعشوا ويخلص الفيديو ان شاء الله يا ربي. برك يكون عجبكم، وهذا الفيديو منه يعني متعه ومنه معلومات على الاكوا بارك اللي رحت له. وفروند مير في الليل احسن من النهار بألف مره، في الليل تزيد تزيان اكثر مع الضوء ومع الهواء، يجي فريش، يجي بزاف منعش.
تعجبني هذه البلاصه، وتعجبني وهران، وتعجبني ولايه وهران. ولايه وهران هي ولايه ميمتي، هي منا وهرانيه، وملي كنا صغار جبنا لوهران. على هذا دائما كي تشوفوني نروح غير لوهران بزاف، انا وهران مكبده عليها. كي انا كي دارنا نبغوها يعني، من الصغر نروحوا عند خالاتي، نقعدوا فوتو لي فاكونس. كبرنا يعني كل ملي كنا صغار نروحوا غير لوهران بزاف، ما نروحوا حتى بلاصه واحده اخرى من غير وهران. هذا علاه نبغيها ونبغي نروح لها بزاف. ايوه ان شاء الله حتى الخطوه الجايه ان شاء الله ونعاودوا نولوا لها باذن الله. جينا نتعشوا في ريستوران سموه بارباروسا، جاي في حي العقيد. روعة ماكلة تاعهم، من ضمن أتراك هما أتراك. شوفوا برغل هذا هبني، عجبني بزاف. فريت تاعهم بنين، والجاج تاعهم روعة روعة، مارينينه حية وصايل. الكفتة تاعهم ثاني شابة. المهم صورت غير الطبق تاعي تاع راجلي، نسيت باش نصور لكم تاع الدار. هما تقريبا داو كيما تاعي ثاني، شي داوه ميلونج، داو كفتة مع الدجاج. ان شاء الله بفيديو كنا اعجبكم، تنسوش تخلوا لي لايك، خلوا لي كومنتار تاعكم، وانتظروني في فيديو جاي ان شاء الله. ونقولكم مع السلامه حبيباتي، ودمتم في رعايه الله وحفظه.